معرض فني تحت عنوان الشاهد، يقيمه فنانون تشكيليون يدلون بشهاداتهم حول مفاصل متعددة من الحياة. ورغم اختلاف زوايا المعالجة، إلا أن معظم المواضيع المتناولة ارتبطت بالعراق وتحديات الحياة فيه. والشاهد هي عبارة عن أيضا صورة لفنان أو لرؤية جمالية فنية تابعة للفنان بشكل مختلف، يعني بأنواع الفن التشكيلي. فالفنانين كلهم يعني انجمعوا على هدف واحد، والهدف هذا هو عبارة عن شهادات فنية تجاه وطنهم. المعرض يتضمن أعمالاً من الفن التشكيلي والفوتوغرافي والخزف، ولكن للمرأة العراقية نصيب في بعض تلك اللوحات كما هو نصيبها في المعاناة في العراق. اللي بنى العراق خلاه واقف هو المرأة وصبرها، لأن الرجل كان دائماً ملتهي بالحروب والمشاكل والقضايا اللي مرت على العراق كلها، فالرجل كان خارج الصورة. حقيقة اللي وقف العراق هو المرأة العراقية البطلة. ملامح من تاريخ العراق القديم والجديد حضرت أيضا من خلال بعض اللوحات في مسعى للحفاظ على إرث تحاول هذه اللوحة التعريف به للناس. الأعمال مالت الاثنين هي انعكاس لحضارة العراق القديم والحديث، حتى نعطي فد معلومة للمجتمع اللي عايشين به الإنجليزي إنه يعرفون شكو موجود بالعراق. هذه الأعمال تعرض على مدار 6 أيام أمام جمهور متنوع عراقي وأجنبي، تدفعه هذه اللوحات للتأمل واستخراج ما يمكن من رسائل الأعمال. لأن في أعمالي أتحاشى المباشرة، لأن المباشرة قد لا أضيف شيء للمشاهد، ولكن حينما يجد في العمل شيء يقتضي التأمل، شيء يقتضي أن هو ينظر له بالتالي، فهو الذي سوف يقرأ اللوحة أو العمل قراءة أخرى. وقد يكون هذا المعرض من وجهة نظر القائمين عليه فرصة لإعادة إحياء الأمل في حياة تسود فيها البهجة وتتغلب على البؤس والمعاناة، وقبل ذلك يدلي بشهادات عن العراق من أهله. عمر شاكر، الحرة، لندن.